Yaşa. أجناح لا سوريا حامل سلام ضو يا شمس بلادي فوق الأيام طير الحرية الطاير من فوق الشام نزل عبرد إلى إيراف الحمام أجناح لا سوريا حامل سلام ضو يا شمس بلادي فوق الأيام. صباح الخير. صباح الخير وصباح سوريا. عم نعيش تفاصيل ومعكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. ملامح نهار جديد عم نبتدي من دمشق أرض الياسمينة ومن أيضا أرض السلام والمحبة لكل العالم. مشوارنا لليوم رح يتضمن محطات عديدة مع ضيوف كمان من مجالات متنوعة ومختلفة لنرصد أبرز الأنشطة اللي عم تشهدها سوريا. صباح الأمل يلي عم تحمله انتصارات جيشنا العربي السوري. وصباح الخير من جديد لكل اللي انضم لرحلتنا الصباحية. وما بنسى أني صبح على زميلتي بالاستوديو. يسعد صباحك. هلا صباح النور وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية من قلب دمشق يلي لا زالت قلعتها عنوان صمود ومقاومة مستمرة. فاليوم أبطال باتوا أسطورة عقائدية هي عنوان لمستقبل سوريا. فصباح الخير لكل يلي جهز فنجان القهوة ليرافقنا بصباحنا غير لليوم. مشوارنا ابتدى ولكن بعد الفصل. بداية جولتنا المنوعة مشاهدينا لليوم مع آخر الأخبار والتداولته مواقع التواصل الاجتماعي وهو عن تقديم شركة أمازون تصورا لمشروع إنشاء مخازن ضخمة في السماء مجهزة بأسطولة طائرات بدون طيار لتوصيل البضائع إلى عدة مواقع مختارة. وستحمل البالونات ضخمة المخازن التي ستحلق فوق أماكن تعتقد الشركة أنها ستشهد إقبالا كبيرا على شراء منتجات بعينها، ويمكن أن تحلق بالقرب من موقع أحداث رياضية أو مهرجانات يعتقد أنها ستشهد بيع منتجات غذائية أو هدايا تذكارية. وأشارت الشركة إلى أن المخازن ستكون على ارتفاع 14 ألف كيلومتر وأن الطائرات لن تستهلك أي طاقة تذكر عند هبوطها لتوصيل البضائع. على اليوم ورح ننتقل لخبرنا التالي من عالم الصحة والفن معا، حيث كشف بحث جديد عن إمكانية التعرف المبكر على الإصابة بالأمراض العصبية من خلال رسم لوحات فنية.
أكيد. وقام باحثون بتحليل أكثر من 2000 لوحة من أعمال 7 فنانين مشهورين، وتابعوا تطور أمراض مثل الزهايمر والشلل الرعاش لدى هؤلاء الفنانين، وبين البحث إمكانية الكشف عن حالات العصبية قبل ظهورها على الرسامين اعتمادا على تحليل لوحاتهم. وإلى خبرنا الأخير بجولتنا المنوعة لليوم، وهو عن دراسة بريطانية بيّنت أن النساء العاملات بيعانوا من التوتر أكثر من زملائهم الرجال. وتعتبر الدراسة أن هذا بسبب سعي النساء لإثبات الكفاءة والحصول على مرتبات تساوي تلك التي يحصل عليها الرجل. ووفق الدراسة فإن 45% من الإجازات المرضية عند النساء مرتبطة بالعمل، ويعتبر هذا أحد الأسباب الذي يزيد من صعوبة الحياة للمرأة. وأيضا هناك أسباب علمية، ومنها أن المرأة تستطيع أن تفكر وتستخدم حواسها بوقت واحد، مما يحملها أعباء نفسية أكثر من الرجل. أما هلأ مشاهدينا صار الوقت لنروح لنتعرف على بعض المعلومات الغريبة بفقرة هل تعلم؟ معلومات كتير بتمر بيومنا بنجهلها وبنحب نتعرف عليها، ومعلومات بتمر علينا وبنحب نتذكرها. هل تعلم أنه 3 أشياء إذا تحكمت بحياتك بتأدي للإحباط والاكتئاب، وهي جني المال وآراء الناس والذكريات السيئة؟ وهالأشياء الثلاثة إذا استحوذت على اهتمامك بمعدل 4 ساعات يومياً، فشخصيتك حتتغير للأسوأ وحتقترب منك الشيخوخة بمدة 3 شهور. وهل تعلم أنه اليوم بزمن الديناصورات كان 22 ساعة وليس 24 ساعة؟ فدوران الكرة الأرضية تباطأ كل قرن بمعدل 17 ميلي، ومن المتوقع أن تتوقف الأرض عن الدوران نهائياً. وهل تعلم أنه رياضة الجري صباحاً بتخلص الإنسان من التوتر العصبي وبتطيل بالعمر؟ الكثير من الأحداث بتمرق بحياتنا وبتترك بصمتها، فخلونا نقلب بروز نامة اليوم ونتعرف على الأحداث يلي تركت أثرها بمثل هاليوم. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة في سجلات التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1809، المخترع الفرنسي نيكولاس أبيرت يكتشف الحفظ الغذائي، والذي وضع الأسس الحديثة للحفظ الغذائي. وفي عام 1924، العالم البريطاني في علم المصريات هوارد كارتر يكتشف تابوت الفرعون توت أنخ آمون بعد نحو 2 عام من اكتشاف مقبرته. وفي عام 1939، صدور أول نسخة من مجلة الثقافة المصرية. وفي عام 1956، بداية البث التلفزيوني العراقي ليكون ثاني بلد عربي بعد مصر يدخله البث التلفزيوني. وفي عام 2016، منظمة الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية والاتحاد الدولي للفيزياء البحتة والتطبيقية تؤكدان اكتشاف العناصر أنون تيريوم وأنون أكتينيوم وأنون سبتينيوم وأنون بنتينيوم الكيميائية، وإضافتها رسمياً للسطر السابع من الجدول الدوري لمندليف. ومن أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1892، جون تولكين كاتب روائي إنجليزي. وفي عام 1937، نادية لطفي ممثلة مصرية. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1988، روزا أوسليند شاعرة ألمانية. صباحنا لسه بأول، ويمكن سوى نشهد خلال ساعته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد.
ومثل كل يوم شخصية أكيد منقلبة بصفحات من حياتها لنتعرف عليها أكثر. هي فنانة تعرف بجمالها الغربي وشخصيتها الفنية العربية الأصيلة اللي جسدتها بمعظم أعمالها الممثلة المصرية نادية لطفي ومحطات من حياتها. نادية لطفي ممثلة مصرية من مواليد الثالث من كانون الثاني عام 1937 في حي عابدين بالقاهرة. حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955. اكتشفها المخرج رمسيس نجيب وهو من قدمها للسينما واختار لها الاسم الفني نادية لطفي اقتباسا من شخصية فاتن حمامة نادية في فيلم لا أنام للكاتب إحسان عبد القدوس واسمها الحقيقي بولا محمد لطفي شفيق. شهد لها الشاعر الفلسطيني الشهير عز الدين المناصرة بأنها امرأة شجاعة عندما تواجدت خلال حصار بيروت عام 1982 وبقيت طيلة الحصار وخرجت معهم في سفينة الشمس المتوسط اليونانية إلى ميناء طرطوس السوري. تألقت في العديد من الأفلام وأدت أدوار مختلفة وعرفت بإتقانها الشخصيات المركبة، ومن أشهر أعمالها في السينما الناصر صلاح الدين، حب إلى الأبد، السبع بنات، وأبي فوق الشجرة وغيرها الكثير، فرصيدها السينمائي يتجاوز 70 فيلماً. قدمت عملاً تلفزيونياً واحداً وهو ناس ولاد ناس، وعمل مسرحياً واحداً وهو بامبا كشر. وفي شهر آب من عام 2016 أثيرت شائعات عن وفاة الفنانة نادية لطفي بعد دخولها مستشفى القصر العيني إثر أزمة صحية. وبداية فقراتنا لليوم رح نبدأها مع الصحة بحياتنا، ورح نتعرف على أنواع الالتهابات التنفسية يلي بيصيب النوع الأول منها الأجزاء الواقعة فوق الحنجرة مثل الرشح والزكام والإنفلونزا والتهابات الحلق والجيوب الأنفية. وتشكل هذه الالتهابات الغالبية العظمى من أمراض الجهاز التنفسي وتزول خلال أيام. النوع الثاني هو التهابات تصيب الجزء السفلي من الجهاز التنفسي كالتهابات الرئة والشعب الهوائية، وهي عادة أقل انتشارا ولكنها أكثر خطورة. اليوم بصباحنا غير رح نحكي عن هالنوع الأول من الالتهابات التنفسية ونتعرف كمان أكثر على طرق علاجها مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور محسن شاهين أخصائي بالأمراض الصدرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح الخير صباح دكتور خير. سنة مباركة إن شاء الله وخالية من الأمراض. ينعاد عليك. بالبداية دكتور، يعني ودعنا سنة 2016 واستقبلنا سنة 2017 بحالات كثيرة من المرض، يعني ما في بيت ما فيه مرض، أو خلينا نقول كمان حالات الإنفلونزا بأنواعها صارت منتشرة هلأ طبعا مع بداية الشتوية، يعني إحنا بعز الشتوية صرنا. من المعروف أنه هاي أمراض الشتاء. نعم صحيح. خلينا نحكي عن يمكن درجات الالتهابات يلي بتصيبنا، عن الزكام يلي عم نتعرض له يمكن وما عم يتم الشفاء منه بسرعة. مثل ما تفضلت، جهاز تنفسي طبعا هو بيبدأ من الأنف حتى الرئتين، في عنا بينقسم لعلوي وسفلي. العلوي من الأنف حتى الحنجرة، تحت الحنجرة يعني القصبات والرئتين جهاز تنفسي السفلي. في عنا انتانات بتصيب بما أنه في تماس مباشر مع الجو، انتانات تنفسية كثيرة. أكثر شيوعا هي التهابات أو الانتانات اللي بتصير الطرق التنفسية العلوية، مثل الرشح، الزكام، التهاب الجيوب، التهاب الأذن الوسطى، التهاب البلعوم، التهاب الحنجرة، كل هاي انتانات بتصيب الطرق التنفسية العلوية. أمورها يعني وضعها كتير بيكون سهل، محددة لنفسها غالبا، ممكن أنها تشفى حتى بدون علاج، لأنه السبب الرئيسي فيها المسبب إلى هو الفيروسات، والانتانات الفيروسية علاج عرضي، مسكنات وخافضات حرارة، تحدد نفسها بنفسها. الخطورة هي أنه يمتد الإنتان ويوصل للطرق التنفسية السفلية، رح يعملنا مرض أكثر شدة. طب الأعراض عم تكون بالعادة أنه متشابهة، والناس يمكن عم تداوي حالة طبعا للعادة، يعني قديه الإهمال أو عدم الذهاب لمختص عم بفاقم هاي طبعا الالتهابات بالجهاز التنفسي؟ الحالات الخفيفة، الرشح الخفيف أو الكومون كولد بنسميه، الرشح الشائع، بيجي بشكل سيلان أنف خفيف، حرارة بسيطة، أحيانا صداع، التهاب خفيف أو
وجع خفيف بالبلعوم، هذا ممكن انه تكون اعراضه خفيفه بيمشي بعلاجات طبيعيه، لكن اشتداد الاعراض، ظهور حراره اكثر من 38 39 درجه مع الام عامه بالعضلات والاطراف السفليه والعلويه والعضلات والتعضيل، يعني بشكل عام الجسم بيكون مهدود. الحاله هي بنكون انتقلنا من الرشح الحاد المعروف الى ما يعرف بالجريب، صار في عنا انتان تنفسي علوي، صارت الاعراض اشد، صارت الحاله اكثر يعني بحاجه اكثر لرعايه صحيه اكثر، هون بحاجه لعلاج واستشاره اخصائي بهاي الامور. نعم، يعني دكتور هلا كثير موسم فواكه يمكن وخاصه حمضيات كثير هن بيساعدوا، لازم نكثر منهم يمكن مثل ما بيقولوا، وفي نوع يمكن شوي بفيدنا اكثر من انواع، قديش مهم يمكن انه نبلش صباحنا بنوع من الفواكه لحتى شوي يحمينا ويقيتنا وخاصه بفصل الشتاء؟ من المعروف انه فيتامين سي هو من العوامل المضاد للأكسدة الممتازة في الوقاية وفي علاج الانتانات التنفسية، ففي الفواكه الحمضيات كثير غنية بفيتامين سي، عطائها بيعطي وقاية كثير منيحة من الانتانات التنفسية. بنوصي دائما إذا صار في إصابة تنفسية في العائلة، أفراد العائلة الآخرين للوقاية الإكثار من فيتامين سي، سواء الطبيعي من الفواكه أو الخضار أو الأقراص الفوارة، ممكن انها تساعدنا وتعطينا وقايه وحتى تعالج تحسن الحاله العامه للمريض. طيب بما انه عم نحكي عن يمكن العلاج بهي الوسائل، خلينا نحكي عن علاج الالتهابات التنفسيه، خاصه انه لما عم بيصيب يعني اي شخص عم بيطول ليشفى، فشو بتنصح بطرق العلاج ان كان انه بدهم ياخذوها بشكل طبيعي او بشكل دواء؟ العلاج في عنا علاج طبيعي الغير الدوائي والعلاج الدوائي. حدوث الرشح، تشخيص حالة الرشح الحاد أو القريب، بنبدأ بالعلاج الغير دوائي، تبخيرات بالمنزل بتأدي إلى تخفيف لزوجة المفرزات، بتصير بسهولة تطلع المفرزات، تريح الطرق التنفسية، بصير التنفس أسهل. التعرض دائما للأبخرة في المنزل، دائما بنوصي يكون في عنا رطوبة، يعني زيادة بخار الماء بالبيت بيحسن أداء الطرق التنفسية، بالإضافة للمواد الغذائية اللي حكينا عنها، الفواكه والخضار الغنية بفيتامين سي. العلاج الدوائي لما بتبدأ الأعراض يفضل العلاج باكرا، يعني بس صار في عنا أعراض بادرية بنسميها، لمريض صار بيعرف حاله أنه بده يرشح، ممكن نعطي مسكنات الألم العادية، مضادات التهاب غير استيرويدية، البروفين، الأمور موجودة كثير ومعروفة لكل الناس، خافضات الحرارة، السيتامول، الأدوية، ممكن نعطي مضادات الفيروسات في هلا في حالات الخوف من الإنفلونزا الموسمية، الصادات الحيوية نادرا ما نعطيها بالرشح الحاد، لأنه العلاج غالبا عرضي، العامل المسبب هو فيروس، والصادات الحيوية هي علاج للجراثيم. ممكن أن ندخلها بالعلاج في الحالات اللي بتشد اكثر من، يعني بتستمر لفتره اطول او بتزداد الاعراض اكثر، صار في عنا بنسميه انتان ثانوي على الانتانات الفيروسي، صار في عنا انتان جرثومي، بهالحاله هي لازم نعطي صادات حيويه. اكثر شيء بنعطيها للمرضى المسنين، المرضى المصابين بامراض قلبيه، امراض كلويه، امراض كبديه، امراض نقص المناعه، او المرضى اللي عم ياخذوا ادويه مثبطات المناعه مثل مرضى زرع الكليه، أو المرضى عم ياخذوا كورتيزون لأسباب معينة أو أسباب مرضية معينة، بهالحالة هي مندخل الصادات بيكون العلاج أقوى. نعم دكتور، يمكن مع بداية فصل الشتاء كل حدا مننا بحس شوي حلقه عم يوجعه أو شوي في احتقان أو أدنية أو يعني بوجع بسيط، فبيروح بناخد دواء التهاب، ما منكفي الكورس، بنرجع مننتكس من أول وجديد. يعني هالأخطاء الشائعة اللي دائما نحنا منمارسها يمكن على أرض الواقع قديش خاطئة، قديش يمكن كمان هي بتضعف لنا مناعة جسمنا، ومنضل كل مشان هيك منضل كل الوقت مرضى. يمكن بنرجع منأكد انه المرض محدد لنفسه. نعم. يعني في مقوله القريب او الرشح اذا عالجناه بده سبع ايام. كمان في ادويه التهاب محدده للقريب او للرشح، مو ادويه التهاب، هي في عنا ادويه عرضيه، ادويه مضادات الاحتقان وخافضات الحراره اللي بنعطيها بالرشح الحاد بالكومن كود. في الحالات المتقدمه الا بنعطي الصادات الحيويه. نعم. لكن بطبيعه الحال الرشح هو مرض محدد لنفسه،
بيصير في عنا شوية الاحتقان بالبلعوم، وجع بالإذن أو سيلان أنفي خفيف، صداع خفيف، تتعالج بشكل عرضي بالأدوية الشائعة. لكن استخدام الصادات بشكل عشوائي مع الأيام رح يعملنا مقاومة على الصادات، يعني إحنا ما بنعطيها إلا بالحالات اللي حكينا عنها فقط. طيب يمكن بما أنه عم نحكي عن الدواء، كمان في ناس عم توصف لحالة أدوية تقيلة، يعني عيارات تقيلة من عيار الألف، وعم تاخدها أو عم تعطيها للأطفال كمان، قد إيه هذا خطأ شائع؟ وكيف خاصة يعني الالتهابات التنفسية عند الأولاد الصغار لازم كتير ننتبه عليها؟ الأخطاء تبدأ طبعا من المريض، من أهل المريض، بعدين في أخطاء شائعة من الصيدلي حتى، يعني وصف الأدوية بدون وصفة طبية كمان بيزيد مقاومة على الصادات. عم تجينا صادات يكتب عليها أنه لا توصف إلا بوصفة طبية، ومع ذلك عم توصف بشكل عشوائي. مع الأيام هاي رح تعمل مقاومة للجرثوم اللي كان لازم أنه يأثر عليه هذا الدواء، ما عاد يأثر، نضطر أنه نعطي صادات أقوى، ومع الأيام كمان رح يصير في مقاومة عليها. نعم. عند الأطفال الحالة كتير حرجي، إحنا كتير صعب التمييز ما بين التهاب طرق تنفسية علوي، رشح خفيف عند الطفل، أو الدخول بحالة المضاعفات. بهالحالة هذه رح نضطر نعطي علاج أقوى، فترة علاجية أطول، ممكن المريض، ممكن نضطر دخول المريض إلى مشفى في حالات حدوث مضاعفات للرشح أو انتهاء الطرق التنفسية. نعم. هون دكتور كده بدي أسألك إنه إمتى بتوصل مرحلة دخول المريض إلى المشفى، أو يمكن أو تفصيل إنه صار معه فيروس محدد، مثل ما كنا عم نحكي يمكن تحت الهواء، إنه هلأ كتير هلأ بفصل الشتاء وبهالتغيير المواسم وبهالوضع يمكن كتير صار في فيروسات بتأدي إلى الدخول إلى المشفى، كيف عم يتم التعامل معه؟ ونحب نذكر إنه بسوريا دائما يمكن تطور بالعلاجات موجودة وحتى بالأدوية. عند الإنسان الطبيعي بصحة جيدة رح يمر المرض مرور الكرام، شوية تعب، شوية حرارة، لكن في بعض الحالات الخاصة بسميها عوامل خطورة عند المرضى القلبيين، المرضى أمراض المزمنة، الأمراض اللي حكينا عنها اللي في عندها تثبيط مناعة، اشتداد الأعراض أكثر من 48 ساعة، يعاد تقييم المريض بعد 48 ساعة. إذا اشتدت الأعراض أكثر، صار في حرارة أكثر، صار في عندنا دليل على وجود انتان طرق تنفسية سفلية، يعني بعد ما كان فقط محدد بالطرق التنفسية العلوية، في عندنا استضباب دخول المشفى، في عندنا استضباب إعطاء صادات وريدية، تحسين الحالة العامة، إعطاء سيرومات، إعطاء أدوية داعمة، الاستقصاءات إضافية مثل التحاليل العامة اللي ممكن نعملها، تأكيد الالتهابات، صورة صدر، صورة للجيوب، في حال شكينا بالتهاب جيوب حاد ممكن أنه ما يتعالج عند الناس هاي الخاصين إلا بأدوية معينة وريدية أو صادات بقوة أكبر من الأولاني. طيب دكتور، شو هي الأعراض للالتهابات التنفسية حتى يقدر الشخص يميز بينها وبين يمكن القريب أو الرشح العادي؟ هل تترافق مع سعال؟ العلوية؟ السعال هو العرض الأول، وجود السعال مع وجود حرارة، مع صداع، مع سيلان أنفي، مع ألم بالبلعوم، حرارة خفيفة ممكن ما تجاوز 38 درجة، مع توعك، نسميه توعك أو وهن، وهن عام وآلام عضلية، نحن أمام إنتان تنفسي علوي. عالجناه، ممكن أنه يستجيب على العلاج. إذا تطورت الأمور رح نستقصي الإنتان تنفسي السفلي اللي هو إصابة تحت مستوى الحنجرة، إما التهاب قصبات أو ذات رئة. بهالحالة التهاب القصبات كمان سببه ممكن يكون فيروسي، ممكن يكون جرثومي. السبب الفيروسي أو التهاب القصبات الفيروسي كمان مرض محدد لنفسه. سعال خفيف مع الأعراض نفسها، ممكن ما أنه نميزها كثير عن إنتان التنفس العلوي، إلا ببعض الأمور ممكن يصير في عنا ألم صدري، زلة تنفسية، ضيق نفس، تعب أكثر من لما بيكون في عنا التهاب طرق تنفسية علوية. الأخطر من هيك هو دخول المريض بذات الرئة، يعني صار في عنا إصابة على مستوى برانشيم الرئة، على مستوى نسيج الرئة، صار في عنا كثافة ممكن نشوفها على صورة الصدر، بنحددها من خلال معايير معينة. ممكن في مرضى يعالجوا خارج المشفى بأدوية بالصادات زائد الراحة تامة بالبيت مع الإكسار من السوائل وتغذية جيدة، أو ممكن نحتاج دخول المشفى. طبعا في معايير خاصة، في مرضى بنحتاج دخول المشفى
غرفة عادية، متابعة عادية مع إعطاء أدوية وريدية ومتابعة التحاليل العامة. وفي مرضى ممكن توصل فيهم الحالة لدخول العناية المشددة وبتكون الحالة خطيرة. نعم دكتور، يعني معلومات كثيرة عن المرض يمكن حضرتك زودتنا فيها لليوم. نرجع نذكر يمكن الأطباء بسوريا دائما عم يعملوا مؤتمرات ودائما عم تقوموا بندوات توعوية لكل المواطنين وخاصة من إنفلونزا H1N1. يمكن جهود حثيثة عم تبذل من أجل صحة وسلامة كل السوريين. كلمة أخيرة أو نصائح أخيرة بتحب توجهها لكل مشاهدي الأخبارية السورية؟ طبعا لحسن الحظ السنة كان الإصابة بـ H1N1 أقل من السنوات السابقة. صحيح. بشكل ملحوظ في بعض الحالات الخفيفة المتفرقة. عملنا أكثر من ندوية وأكثر من محاضرات كثير توعوية حول H1N1 اللي كانت شغل الشاغل بصراحة السنة الماضية. تعريف الناس بالمرض، تعريفهم بخطورة المرض، بطرق الوقاية، بطرق العلاج، عدم التخويف، عدم الوصول لمرحلة الرعب من المرض، لأنه المرض قابل للشفاء، قابل للعلاج بشكل جيد، نوصل لمرحلة ممكن نقضي عليه بشكل كامل. منأكد على الوقاية، منأكد على غسيل اليدين بشكل كتير منيح بعد التعرض لأي شخص يشتبه أنه مصاب حتى بالرشح العادي، لأنه الفيروسات ممكن تنتقل عن طريق لمس الأنف أو الفم باليد إذا كانت ملامسة لفيروس من شخص مصاب. اللقاح، اللقاح الموسمي اللي لازم ينعطى كل سنة، منأكد على عطائه كل سنة لأنه بيعطي مناعة. بينعطى بالخريف بالشهر العاشر. بيعطي مناعة بعد 15 يوم تبلش تشكل مناعة جيدة. بيعطي مناعة بحدود 90% من H1N1 ومن الأمراض الإنفلونزا الأخرى. زائد أنه بيعطي مناعة حتى 3 أشهر أو 4 أشهر، يعني كل فترة الشتاء فترة الخطورة بإصابة بالإنفلونزا. أو حتى إذا أجا القريب بيجي أخف من بيجي أخف يعني. وما رح يلغي القريب بشكل كامل، لأنه هو لقاح الإنفلونزا يعني ضد 3 أو 4 فيروسات، ونحن في عنا تقريبا 200 نوع من الفيروسات، فممكن أنه ينصاب بعد أخذ اللقاح بتكون الإصابة خفيفة وبفيروسات غير فتاكة مثل اللي عم نعملها كلقاح للمرض. يمكن دكتور الإصابة بالرشح أو الجريب بفصل الشتاء صار أمر عادي جدا، ويمكن كل شخص لازم ينصافي حتى يصير عنده مناعة، بس أهم شيء الوقاية اللي دائما هي خير من قنطار علاج. أنا بدي أشكرك كتير على كل النصائح اللي أعطيتها للمشاهدين، وإن شاء الله يستفيدوا منها. ودائما منذكر أنه الاستشارة للاختصاصيين حتى ياخذوا يمكن النتيجة ويشفوا أكيد. شكرا إن شاء الله. نتمنى السلامة للجميع. شكرا لكم. شكرا كتير لك دكتور. أكيد محطتنا التالية هي عن أسواق دمشق القديمة بكل تفاصيلها، بالمهن اليدوية المتوارثة والتحف العريقة اللي بتشكل لكل من بيقتديها ثروة تضفي أيضا شيء خاص وسحر خاص على ملبوسه وهيئته أو بمنزله. صناعة المسابح واحدة من الصناعات القديمة يلي رح نتعرف عليها أكثر مع زميلتنا نيرمين عمر. مررت بسوق المسكية نسبة إلى بائع المسك والمسابح قديما وأحد أقدم أسواق مدينة دمشق العريقة، لابد لك أن تقف قليلا أو تسترق النظر إلى أنواعها وألوانها الجذابة التي تلفت المارة. إنها صناعة وبيع المسابح في دمشق. في البلاد العربية كان عندك صناعة المسابح بيسموها الزيتون والكوك والحبة القدرة، أما لحنا عنا ببلاد الشام المسابح العادية. نزل على الخط من شي 25 سنة 20 سنة المسابح من الصين أرخص من المسابح الموجودة عنا هون بالشام. بعدين صارت الناس تأخذ تطلب الأتقال، ففي مسابح بحر، يعني مسابح بلاستيك، مسابح إزاز، مسابح المسابح البلاستيك طبعا في له درجات، يعني مسابح بلاستيك، مسابح بتيجي عندك مسابح ضد الحرق. تختلف المسابح في السوق السورية مع تنوع المواد وأحجار المستخدمة، لتبدأ أسعارها من الزهيد الذي يسهل امتلاكه إلى الباهظ. ما كان فيها الأشكال والألوان والتعددات هي المسابح، يعني هلا صارت بتفودي بدك تاخذي مسبحة أنت لبيتك أو لهدية بتضيعي. يعني هلا نزل هلا من شي سنة ونص نزل موضوع الكريستال.
لكن يستاهل. هلا صار في عنده اعداد هائله جدا يعني، يعني واحد بيحتاج بده ياخذ الالوان والموديلات، وقبل منه كان نزل البلاستيك، بلاستيك الحرق يعني، صار اشكال كثير يعني. فهذا ماضي، ماضي عريق. المسابح بالذات ما بتحسن تقيد الانسان فيها، هي اذواق على حسب راحه الاصبع وراحه العين. في ناس بيحمل مسبحه 100 حبه بيقول لك هي للتسبيح، في ناس بيحمل مسبحه 33 حبه هي بيقول لك هي مشان هواره وهالمواضيع هي، يعني هي اذواق. في ناس تحملها بس مشان انه زينه مو اكثر يعني. كأغلب الصناعات ينشط بيع المسابح في تواقيت ومواسم خاصة لتصنع وتصدر إلى الخارج. تنشط عنا الحركة أكثر شيء كان وقت مواسم الحج، مواسم العمرة، بيع المسابح بشان توزيع بشان الحجاج والعمرة. أما بالمناسبات العادية بيع خفيف يعني، أما يعني نحن عنا موسم نظامي وقت الحجاج والعمرة. هلأ بهالأزمة اللي صارت الخمس ست سنين خف، لأنه خفت المواسم على الحج والسفر على الحج والعمرة. إذا كانت إزاز بيقطع الخيط مع جريان التسبيح تبع إيده، إذا كان الخيط سميك بيضل أمتن أطول بالعمر. البلاستيك بيعيش أكثر، الإزاز بيقطع. إذا أردت أن تقتني واحدة منها وكنت ممن يقدرون قيمة تلك التحف، اسأل أصحاب الباعة عن النادر والنفيس منها، فمن المؤكد أنهم يحتفظون بها بعيدا عن الأعين. أما هلأ فصار الوقت لننتقل لنشرتنا الثقافية وبداية أخبارنا لليوم مع أنشطة الهيئة العامة السورية للكتاب يلي افتتحت باكورة إنتاج لعام 2017 مع رواية بينوكيو للأديب الإيطالي كارلو كولودي، التي تعتبر إحدى أشهر روايات الأطفال على مستوى العالم بأسره، إذ ترجمت منذ صدورها عام 1883 إلى 240 لغة من بينها العربية. أكيد تقدم الهيئة العامة السورية للكتاب الترجمة الكاملة لهذه الرواية في إصدار جديد حمل عنوان مغامرات بينوكيو حكاية دمية، وهو العنوان الأصلي لهذا العمل الأدبي الشهير، حيث قام بنقلها من لغتها الأم الإيطالية للعربية المترجم نبيل رضا المهيني. وبين المهيني في مقدمة الترجمة أن كولودي مؤلف الرواية المولود سنة 1826 كان صحفياً وكاتب قصص للأطفال، له العديد من الأعمال منها حكاية الساحرات ورحلة جانيتو عبر إيطاليا، ليبدأ عام 1880 بنشر مغامرات بينوكيو على حلقات في جريدة الأطفال. وعندما توفي عام 1890 لم يكن يعرف مقدار الشهرة التي سينالها بسبب شخصية الدمية بينوكيو. خبرنا التالي من الصين، اللي أكيد أعلنت حظراً على كل أشكال الإتجار والتعامل بالعاج بحلول عام 2017، وأثنت الجماعات أيضاً المدافعة عن الحياة البرية على القرار الصيني بوصفه تاريخياً، وقالت أنه سيغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بمصير الفيلة. ويأتي القرار الصيني الذي صدر عن الجهات الموقعة على ميثاق الإتجار الدولي بالفصائل المهددة بالانقراض في جنوب أفريقيا في تشرين الأول أكتوبر الماضي، ويذكر أن السوق الصينية هي الأكبر في العالم التي تتعامل بمادة العاج، وتشير بعض التقديرات إلى أن 70% من التجارة العالمية بهذه المادة ينتهي بها المقام هناك.
وقد يصل سعر العاج في الصين إلى 1100 دولار للكيلوغرام الواحد. ورح ننتقل لخبرنا الأخير وهو من إيطاليا، فقد ينتظر الكثير حول العالم بابا نويل حاملا لهم هدية عيد الميلاد، لكن هدية أوركسترا إيطالية لهذا العام كانت مختلفة بعض الشيء، حيث أصبح ربما الشخص الوحيد في العالم الذي أقيل بسبب نكرانه لوجود بابا نويل، وأقيل جاكومو بعد أن أكد علنا في صالة مكتظة بالأطفال أنه لا وجود لبابا نويل في الواقع، وذلك بعد انتهاء حفلة موسيقية احتفالية بمناسبة رأس السنة، وانهمرت دموع الأطفال بعد هذا التصريح، ما أدى إلى غضب أولياء أمورهم الذين شنوا حملة ضد قائد الأوركسترا متهيمن بكسر مشاعر أطفالهم المرهفة وتخريب أحلامهم. يذكر أن ماروكو الذي خلف لبريانو في قيادة الأوركسترا استخلص كما يبدو الدروس المناسبة من أخطاء سلفه، إذ بدأ عمله في هذا المنصب بنشر صورة تظهره وهو يقف بجانب بابا نويل. لهون أكيد بتكون وصلت جولتنا الثقافية لنهايتها، تعرفنا على عدة أخبار عالمية. فاصل بنرجع منكفي باقي المحطات. صباحنا غير. وإلى عالم والموسيقى يلي بتكون بداية جديدة بتحمل الأمل لنا يوميا مع موهبة قدرت تعبر من عالم الهندسة إلى عالم الغناء والألحان، فاستطاع أن يكون مهندسا موسيقيا ويدوزن الألحان وبيتقن المقامات الموسيقية. يزن الججة المطرب والملحن السوري يلي مثل كل موهبة سورية سنوات الحرب على سوريا جوهرة ألحانه وبقى الصميم هو العنوان. خلينا نستقبل مع بعض يزن. صباح الخير يزن، وأهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله سنة خير عليك يا رب. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله هيك السنة هي تكون سنة السلام يعني. إن شاء الله يا رب. أكيد يسعد صباحك عن جديد. عرفنا عن حالك أكثر يزن، عن موهبتك وكيف بلشت. هلأ أنا يمكن يعني بلشت فكرتي مع الموسيقى هي من الجيتار نفسه، فبلشت اتعلم انا على ايد المرحوم الاستاذ مازن صالح ولفتره، وبعدها كفيت مع الاستاذ صديقي الغالي الاستاذ طارق صالحية، ولا بلشت قدمت على المعهد العالي الموسيقي بالغناء. يعني الجيتار هو اللي خلاني اكتشف قصه الغناء يعني. فيمكن قصتي مع الغناء هي جديدة بالنسبة لقصتي مع الآلة يعني بهذا الوقت. ف يعني يمكن الجامعة هي كانت كمالة التعليم المدرسي يعني بهذاك الوقت، وكنت أنا عم حاول أني يعني لفترة ما سمع حدا اللي عم أقوله، يعني أنه خاف أنه أقول أنه أنا مهندس مثل ما صمموا لي كون يعني. إيه. وانت صممت كمان انه تكون ملحن ومطرب ايضا. تمام، هلا هو هيك وهيك يعني بالاتجاهين عم نحاول انه نشتغل. فالفكره يعني لما بلشت بالاله صرت اسمع موسيقى اكثر، صرت يعني حس بالغناء، بجرب اني غني. حتى يمكن انا ماني خاضع لتدريب اكاديمي بالغناء يعني كغناء، بس من خلال الآلة صرت بلش انا اني جرب شيء، الف شيء، اسمع اكثر. يعني هي الفكره. نعم. ويزن بما انه هلا نحن فتره اعياد ودخلنا على سنه جديده، خلينا نبلش صباحنا هيك بشيء بخص هيدي الحاله. طيب الأول شيء أنا كنت بدي غني غنية على راحتك من الفلكلور السوري هي. يلا أوكي. هي من فلكلور مدينة اللاذقية، وما بعرف إذا كتير بيعرفوها. يلا
مسافرة في البحر جاي ودعك، حمل سلامي للهوى ودي معك. يا مسافرة في البحر جاي ودعك، حمل سلامي للهوى ودي معك. لكن بخاف من الهوى ومر الناس، قلبي بروحي وصلك ويرجعك، قلبي بروحي وصلك ويرجعك. ساعة نزولك في البابور لا تفزعك، قلبي شراعك والبحر من مدمعي. ساعة نزولك في البابور لا تفزعي، قلبي شراعك والبحر من مدمعي. ضل اذكريني في ذيابك وارجعي، ضل اذكريني في غيابك وارجعي. كوني لقلبي وهو يبقى يتبعي، كوني لقلبي وهو يبقى يتبعي. روحي بسلامي يا حياتي خاطر، تبقي اكتبي لي وان كان روحي بسلامي يا حياتي خاطرك، تبقي اكتبي لي وان كان جيت خاطرك. عالشط فوق الرمل قاعد ناطرك، عالشط فوق الرمل قاعد ناطرك. لا ترجعي من البحر ترجع معي، لا ترجعي من البحر ترجع معك يا مسافرة. الله كتير حلو. أنا بدي أقول لك أنه شكرا، ذكرتنا بشيء قديم من اللاذقية، وبدي أقول لأهالي اللاذقية كمان يسعد صباحكم، أكيد عم يتفرجوا علينا وتذكروا كتير أيام حلوة. هي من الأغاني القديمة جدا بمحافظة اللاذقية. اليوم أنت عم تجدد يمكن أغاني جديدة يمكن الشباب ما كتير عم يعرفوها، مع أنه هي كتير جميلة. قدي عندك هي الفكرة حتى تسجلها؟ هو يمكن هذا الشيء يعني من الأسباب المهمة اللي خلتني يمكن أني أقدم على المعهد العالمي فيه. كل الفكرة اللي براسي يعني أنا والشباب اللي معي بفرقة فورتي، وأنا وجاك صباغ رفيقي الخريج معهد العالي الموسيقي بأوفتاك ديو، نحن يعني عم نحاول نساهم بقصة إنه نرجع نعيد كتابة هاي الأشياء ونرجع نطرحها للناس. يعني يمكن هي بديل مو احسن، بس هي بديل ممتاز عن بالعكس. يمكن هي الاغاني اللي يمكن هالغنيه اللي غنيتها هلا في كتير شباب ما بيعرفوها، يعني بس بيعرفوها الكبار. 90% من الشباب 90% من الشباب ما بيعرفوها. هي انا يعني هذا الشيء، اذا الواحد بيرجع بيسمع الفولكلور سواء السوري ولا يعني الفولكلور المنطقه هذا كله، بلاقي مانو شيء بسيط، يعني مانو مجرد حدا عم يغني، لا هو شيء كثير مهم وبده اعاده كتابه واعاده طرح، بده ناس ترجع تقراه كله من اول وجديد. يعني هي الفكره الاساسيه. نعم، يمكن سنين صعبه مرقنا فيها نحن السوريين، يعني خلينا نحكي اليوم، يعني انت مهندس وفنان، يعني حساس درجه، يعني بنضربها باربع اضعاف او خمس اضعاف عن الشخص العادي، هيدا الاحساس او الحساسيه الزايده وخاصه بالظروف يلي عم نمرق فيها، قديش ولدت لك الابداع اما بمجال الهندسه او بمجال الفن ايضا؟ هلا الفكره انه يمكن كهندسه يعني هي فيك تقولي كمال التعليم المدرسي،
هي مثل ما بدها الماما. مثل انه منظومه التعليم عندنا ما كثير بتاخذ الميول بعين الاعتبار. يعني نحن انه خلص انه 10 11 بكالوريا سنه اولى سنه ثانيه جامعه خلص اوكي وات ايفر يعني شو ما كان الموضوع يعني. بس الفكره الاساسيه انه يعني هي الظروف اللي بتمر فيها الحاله اللي بنعيشها الوجع الالم كل ما كان صعب كل اكيد كل حدا فينا يعني مر بشيء على الصعيد الشخصي يعني الحرب اثرت عليه فدائما بتلاقينا كل حدا صار يلجا لشيء يعني مساحه لروحه يفضي فيها طاقات مثل يعني يمكن الموسيقى هي افضل مكان يروح عليه الواحد بهي الحاله يعني ومو بس بتفيده له بالعكس بتفيد الاخرين يعني اللي حواليه يعني يمكن بتفيد حتى الناس اللي خسرت بيوتها اللي خسرت يعني من وراء النزاعات ومن وراء الحروب سواء يعني عنا هون ولا بكل شيء مرق بالعالم يعني الموسيقى دائما كانت حل حياتها ما كانت مشكله يعني اكيد يمكن عم تحكي عن شيء او وجع الناس اللي مرت فيها سوريا الظروف اللي مرت فيها سوريا وكان انت لك نشاطات كان الهدف منها انساني فخبرنا كمان عن هذا هو هي الفكره مرتبطه باللي كنا عم نحكيها انه انا وغيري كتار يعني واغلب الناس يمكن بتفكر انه شو بينفع في هلا نحن بالدرجه الاولى شاركنا ببرنامج تابع للهلال الاحمر العربي السوري لدعم تمكين اطفال يعني المهجرين من المناطق اللي صار فيها ارهاب وهيك شاركنا وقتها من شي سنه ونص تقريبا تدريب كورال منهم وطلعنا فيهم حفله بتجنن يعني وهن الاولاد قبلها ما كانوا بيعرفوا شو الموسيقى يعني يمكن هذيك الفتره بحياتهم كانت يعني غير كل شيء عاشوه يعني عاشوا معنا فتره كثير حلوه ونحن كثير تاثرنا باللي صار معهم يعني وحاولنا انه يعني نعمل لهم ذكرى ظريفه نعمل لهم ننور لهم طريق يمكن او يعني بهذا الشيء يمكن بفيد يعني بفيد مثل ما انا بقدم سله مساعدات انسانيه أكيد. مثل ما انا بقدم عم تعلموا شيء وشيء راقي كمان يعني عم يوصل رساله بتحكي روحه يمكن اكيد وهذا شيء وشيء ثاني كان في لنا مشاركه طبعا مع رفقاتي الاساتذه يعني ببرنامج كمان تابع لقرى الاطفال اس او اس وحاولنا نتواصل وحاولنا نقدم شيء كان في عنا مهرجان الفرق الموسيقيه الصغيره يعني كان بدعم من قرى الاطفال اس او اس وهذا الشيء يعني كمان كان مهم بهذا الصعيد نعم اكيد هلا خلينا ننتقل شوي بعد كل هالنشاطات وما شاء الله عليك ان شاء الله هيك نستقبلك وفي نشاطات اكثر واكثر ومن نجاح لنجاح خلينا نسمع شيء منك يا زلمه هلا هي الغنيه يعني رح اغنيها يمكن لاول مره وهي من ألحاني وبدنا نغنيها بدنا ننزلها يعني بالفترة القريبة الجاية رح تغني معي فيها صديقتي اسمها سهير صالح خريجة معهد عالي المسرحي ومغنية بكورال الفرقة الوطنية الموسيقى العربية وحيوزع لنا اياها حدا كتير مهم هو كمان صديقي بيانيست بجنن اسمه مدر جمول حننزلها قريبا بس انا حابب انه اغنيها لاول مره يعني يلا اوكي نحن كثير منكم مبسوطين وبين الشام في شبه يمكن من القهر يمكن من الحلا يمكن من القهر يمكن من الحلا او من الولا بس في شبه بينك وبين الشام في شبه يمكن لاني بحب أو لأني بغار أو لأني بضل بيناتكن محتار
يمكن انه كحلك مثل رأس النار، بس في شبه بينك وبين الشام، في شبه وفي حنين بشتهي ضمك مثل ما بضمها، شو غواكي قاس وبيشبه جسمها، بشتهي ضمك مثل ما بضمها، شو هواكي قاسي وبيشبه جسمها، معتقة انت بالياسمين، واقف انا قبالك شو حزين، معتقة انت بالياسمين، واقف انا قبالك شو حزين، بس في شبه بينك وبين الشام، في شبه حلوه. هذا التشبيه انه تشبه حدا بالشام بكل كل المشاعر اللي عم تحس فيها. يمكن الكل يعني احلى فكره بتخطر ببالي اذا بدي، اذا حدا بيسالني شو الشام، يعني بيسالني شيء عن الشام، بقول بحب شبهها بصبيه وتغزل فيها. يعني قد ايه حلو، يعني هذا 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 التشبيه كثير حلو، خاصه بمس الوطن، انه الصبيه بتحسها الوطن وبتحسها كل شيء بتنتمي له. خلينا نحكي عن كمان الفرقه اوستاك اللي كانت أوفتاك مع جاك صباغ. جاك صباغ الشراكة كانت مميزة، احكي لنا. هلا أنا وجاك ومغني محمد راجح وبيركشنست واسمه عبود جريدة عبد الرحمن، حاولنا إنه يعني بداية ما اشتغلنا نقدم يعني موسيقى شرقية بحبوها الناس ومطروقة، بس بنفس الوقت مو بنفس القوالب، يعني نحاول انه يعني نخلي فيه شيء جديد. يعني انت مستغرب انه جيتار وقانون، انه شو جاب الجيتار للقانون؟ يعني بس هو يعني آلة غربية وآلة شرقية وإيقاع وغناء، كل هاد يعني يمكن اشتغلنا شيء حلو بالفترة الماضية. ونحن انا وجاك صباغ، يعني نحن ديو. الأوفتاك هو اسم الديو. كفرقه نحن اسمنا فورتي، بس انا وجاك نحن دويت، يعني انه مش بنطلع سوا باسم فرقه أوفتاك، نحن ديو. شاركنا فيه بمهرجان الفرق الصغيره وقدمنا يعني قدمنا هيك برنامج كثير كان يعني جديد، ويمكن نحن يعني انبسطنا بحالنا كمان انه نحن قدرنا نعمل شيء جديد يعني غير اللي عم ينعمل، يعني سواء نعم. بالشرقي ولا بالغربي يعني. نعم يزن، يمكن يعني شيء كتير حلو عم تقدموه لحالكم ولا روحكم ولا كل حدا يمكن عم يتابعكم، والفن يمكن شيء كتير مهم لحياتنا. خلينا نرجع لفي شبه، خلينا نحكي عن هالأغنية اللي كتير رائعة، خلينا نحكي عن اللحن الرائع. يعني كاملة متكاملة و حساسة، بتمس كل صبية وكل أكيد. شاب يمكن بالبلد أكيد. خلينا نحكي حكايتها، خلينا نحكي عن شباب سوري موهوب، هو اللي لحنها، هو اللي كتبها، هو اللي رح يغنيها، هو اللي رح يأديها، هاي الموهبة السورية. خلينا نحكي عنها، كيف أدت لهيك إيد وحدة وصار هالعمل متكامل. هلأ يمكن يعني أنا الحدا اللي صح له يطلع على شاشة من 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 كتار من نعم. مثلي، عرفتي، هن موجودين بالظل وهن عم يشتغلوا شيء كثير حلو، وهن بحاجه مين يسمعون وبحاجه مين يدعمون وبحاجه مين يقول لهم انه لا توقفوا. بس يمكن ظروف شوي، ظروف البلد صعبه، ثانيا يمكن السوق رايح باتجاه الموسيقى الانتاج شوي تمام.
هلا يمكن الوضع يعني شوي قليل. مثلا مثل هاي الغنية ومثل غنية قبلها ملحناها ومثل كثير اغاني ممكن يكون العائق مثلا هو تكاليف مثلا ممكن يكون العائق هو ما في مكان نسجل مثلا بس انه هاي الاشياء موجوده بس يمكن هذا الشيء ما لازم يوقفنا يعني انه نعمل شيء كرمال حالنا نشتغل شيء بنحبه يمكن يعني بوقت ما رح يكون في فرصه اكيد نعم. يعني سواء نحن بس اذا وقفنا الشيء اللي عم نساوي حتى اجت الفرصه ما رح نكون موجودين نحن اكيد جزانا يمكن ان شاء الله يا رب هيك تتحسن الاوضاع وتكون يمكن الايرادات لكل شيء عم تعملوه احسن. نحن بدنا نختم معك باغنيه انت تسمعنا اياها أكيد. واكيد انا بدي اتشكرك على هي الموهبه الحلوه شكراً وعلى لك. هذا شكراً اللحن اللي عم تعمله بشغف فسمعنا. لا عيوني غريبة ولا صوتي غريب ضيعني حبيبي من حدي قريب لا عيوني غريبة ولا صوتي غريب ضيعني حبيبي من حدي قريب ضيعني ولاني مرهون بإيدي ولا كلمة حكاني بعيني ضيعني ولاني مرهون بإيدي ولا كلمة حكاني بعيني قصتنا طويلة أولها عتاب بالدنيا البخيلة كبرنا العذاب أنا لولاك يا حبيبي ما تعلمت الهوى أنا لولاك يا حبيبي ما عشنا سوا رح تبقى بخيالي بشهور السنة ما بشيلك من بالي لا تفنى الدنيا لعيوني غريبة ولا صوتي غريب ضيعني حبيبي من حدي قريب أنا لولاك يا حبيبي ما تعلمت الهوى أنا لولاك يا حبيبي ما عشنا سوا الله شكرا كثير يزن عن جد شكرا كثير لك وشكرا كثير عن جد لكل حدا عم يطلع هذا الفن وعم يكون حدك ما بعرف شو بدي اقول لك يعني موهبه رائعه بضلكم محافظين على هذا الفن الراقي واللي كثير حلو ان شاء الله ان شاء الله عبر عن الشباب السوري الواعي وعن جد المثقف حتى فنيا شكرا لك ان شاء الله 2017 تكون حاملت لكم كل النجاح والخير وترجع سوريا مثل قبل معمره بفنها وبرجالها شكرا كثير لك كل عام وانتم بخير اما هلا مشاهدينا رح ننتقل لغرفه الاخبار للاطلاع على اهم المستجدات على الساحه السياسيه العربيه والعالميه مع زميلتنا لور خضور. صباح الخير يا لور. سعد صباحك ليا. موجز لآخر الأخبار بعد الفاصل.
أهلا بكم. نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة عمليات نوعية على تجمعات الإرهابي تنظيمي داعش وجبهة النصرة في ريف حمص. وذكر مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش وجهت ضربات على تجمعات الإرهابي داعش شرقي المحطة الرابعة غرب تدمر بريف حمص الشرقي، أدى إلى إيقاع عشرات القتلى من إرهابي داعش وتدمير عربات مصفحة لهم. أكد فيتالي نعومكين المستشار السياسي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا أن المحادثات المرتقبة بين الحكومة السورية والمعارضة في العاصمة الكازاخستانية أستانا ليست بديلا من مسار جنيف. وقال نعومكين في مقابلة مع نوفوستي الروسية: هناك صيغة جديدة ظهرت كعملية أستانا ولكنها لا تمثل بديلا من الأمم المتحدة، وقد تغدو الخطوات التمهيدية المتخذة في إطارها أكثر نجاحا من الجهود المبذولة حتى الآن من قبل الأمم المتحدة في جنيف، ولا سيما في حال صمود اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا. أعلنت الشرطة العراقية أنها تمكنت من قتل 5 إرهابيين انتحاريين من الذين هاجموا مركزا للشرطة في مدينة سامراء. ونقلت فرانس بريس عن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن قوله للصحفيين: حصل هجوم إرهابي ضد مركز الشرطة المتوكل في سامراء، وقامت القوات العراقية بمحاصرة المهاجمين وأسفر عن مقتل 5 منهم. بدأت شرطة الاحتلال باستجواب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهم فساد أثارتها وسائل إعلام محلية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو تلقى هدايا بالمخالفة للقانون تتجاوز قيمتها 13,000 دولار من رجال الأعمال، وهي اتهامات نفاها بشدة. قدم نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس موسى الكوني استقالته من منصبه بسبب فشله في مهامه وفق قوله. ففي مؤتمر صحفي عقده الكوني قال: أعتذر للشعب الليبي على فشلي، فنحن مسؤولون ما دمنا قبلنا بهذه المهمة ونقر بذلك، وكل ما حصل في العام الماضي من مآس واغتصاب واجتياح وهدر للمال العام وتهريب وجرائم صغرت أم كبرت نحن مسؤولون عنها بالقانون والمنطق والأخلاق. هذه كانت أخبارنا، عودة إليك ليا. نعم، شكرا كثير لك زميلتنا لور، وهلا أكيد متابعين بفقرات صباحنا غير لليوم. أكيد محطتنا الأخيرة لليوم رح نتوقف عند عنصر كثير أساسي بكل بيت، المراية المنزلية اللي تعدت حدود الاستخدامات الشخصية، أكيد ودخلت كعنصر هام بالديكور المنزلي، وأكيد هي تعكس فقط الوجوه بكل شيء ممكن أو بيساعد على هالانعكاس. خلينا نحكي أكثر عن المساحات الأوسع وكيف بتحقق راحة النظر أكيد وحسن المساحات الضيقة. نتعرف عليها مع ضيفنا بالاستوديو المهندس فراس حسن. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد زينة، صباح النور، سنة جديدة حلوة على الجميع إن شاء الله. شكرا لك، يا هلا. أهلا وسهلا فراس، ينعاد عليك يا رب بأحلى وأفخم الموديلات إن شاء الله يا رب. هلأ مثل ما ذكرنا بالمقدمة، اليوم حديثنا رح يتمحور حول المرايا. المرايا يمكن بالبيت موجودة بكثير من الأماكن، ولكن كيف نحن فينا نحط المراية بالمكان الصحيح بتوسع البيت ويمكن بتعطينا شيء ديكور حلو؟ أكيد ليا، بالنهاية المراية هي العاكس لكل شيء. صحيح. ما شاء الله اليوم أنت مرايتنا، أنت وزينة كمان بصباحنا. المراية بشكل عام أكيد هي متنوعة مثل ما قلتي، وإلى زوايا معينة بالبيت. بس كونك سألتيني سؤال أنه كيف ممكن تعطينا وسع أو لا، هلأ بدنا نعتمد عليها بحيث أنه تعطينا مساحة كتير، وهي مهمة كتير بالبيوت المساحات الضيقة. أكيد نعتمد على المراية الكبيرة، أنه بحال أنه عندي أنا صالون صغير أو غرفة صغيرة بحط بزاوية معينة من حيط، بس مراية كبيرة تحديدا بحيث أني أنا أخذ مساحة، لأنه مطلوب مني كونه مساحة صغيرة. ولكن أنا بالمساحات الكبيرة أنا ما بعتمد على المراية الكتير ضخمة، إلا بشتغل فيها على مبدأ الديزاين، لأنه أنا ماني محتاج مساحة واسعة أنه تظهر لي، لأنه المكان بالأساس كبير. صحيح. بس اليوم نحن أنا كتير حابب أحكي أنه عن شيء يكون بمتناول الأيدي. أيام عندي أنا مراية مكسورة، مراية صغيرة، مراية كبيرة، أنا مو بالضرورة أنتظم وأشتغل، فأنا بدي أحاول شو في عندي بالبيت مرايتي القديمة انكسرت، أو بدي أجيب مراية صح لي مراية أنا بمتناول إيدي مو كتير مهمة، كيف بدي أنا أعملها شيء حلو وحطها بحيط بيت. هلأ في مراية خاصة بالمدخل، في مراية خاصة للحمام،
في مراية خاصة لغرفة النوم، في مراية هي للضيوف أحيانا نحن بنخصصها. مثلا هلأ نحن بدنا نحكي عن مبدأ، عنا صورة عم تظهر هلأ عنا بالشاشة. نحن هاي الصورة عبارة عن أنه كان عندي قطع خشب بالبيت، أنا إذا بدي صنع منها هاي القطع الخشب أنا بعملها على إطار أي شيء بيطلع معي، لو كان صغير ولا كبير مو ضروري انتظم. اللي ملاحظين نحن مزينين الإطارات، نحن هاي عبارة عن أزرار، هي لقمصان، هي لبناطلين، موجودة عندي بالبيت. عملت لمسي هلأ بدال هاي الأزرار، إذا أنا عندي شيء تاني فيني حطه، أنا ما أتقيد، مو ضروري أن شو من إحنا من الصورة هي فكرة أو مبدأ نشتغل عليه. أي شيء تاني أنا بيحلى عندي موجود بالبيت إضافي ما عندي استعمال فيه، أنا بحطه لأطفي شيء من هلأ مراية كبيرة مكسورة قسمتها ليطلع معي هاي القطعة الصغيرة. أنا مو بالضرورة أتقيد، كمان ممكن تكون أكبر، أوكي بلا ما نعملها هيك صغيرة بنعملها على أساس أكبر. شو في عندي بالبيت على مبدأ أكسسوار، كريستالات، أي شيء يتعلق، أنا بزين برايتي على أكسسوارات مكسورة، أساور، حلق أي شيء طب تماما مشان يبين، لأنه أنا القطعة بدي صنعها بالبيت نفس المبدأ. هلأ الشيء اللي عم يظهر عندنا حاليا هلأ هو شيء من الخشب، هلأ هي اللمسة الفنية اللي عم تطلع هو مبتكرة من خلال أنه على أساس هي دولاب إطار دراجة صغيرة أنه معمولة، ولكن هو هيدا بالنهاية هيدا خشب. هلأ اللي عنده إطار وحابب يطلع بهي الفكرة أنه ما له استعمال في بيعمل نفس الفكرة من الإطار، يتعامل على مبدأ بس فقط مادة السيليكون اللي هي مادة متوفرة عند الجميع، يلزق المراية بالإطار يمشي. هلأ فنيا شوي أنه هيك قصة واحد بيتفنن فيها أكتر بيقطعها بيعملها، بس اللي ما عنده إمكانية ينسى هيدا التقطيع ويشتغل على مبدأ دولاب إذا عنده أو أي خشبة موجودة بالبيت. طبعا هي مكانة كتير مهمة تكون بواجهة مبينة بالبيت إذا كان بهي الديزاين. عندي علبة بخاخ ألوان أخضر أحمر، هلأ ممكن يطلع معنا وحدة تاني بلون تاني، فأنا بستخدمها أنه كمان بلزقها بالسيليكون، مو ضروري حط أنا 4 أو 5 وراء بعض. الشيء اللي عم يطلع عنا هلأ هاي المراية فيها 3 شغلات من إعادة التدوير. الأولى هاي كرتون مانا خشب الإطار تبعها، حاطين سيليكون هاي الإطار الداخلي تبعها، هاي الفلين تبع الأناني الإزاز، الفلينات اللي منشوفها بالأنينة. الاكسسوار هو مانو اكسسوار، هي طباط الاناني تبع العصير اللي بتكون بالسوق بتنكب، فملزقينا نحن وعاطتنا هيدا الديزاين. فعندنا 3 شغلات من مبادئ اعاده التدوير موجوده بهي المرايه اللي هي بمتناول كل الناس، صحيح. الكرتونه والفلينه وطبط الانينه. فانا لما بدي اجتهد على مرايه هلا الشيء اللي طلع عندي هلا هي شوي ستايل هي المرايه انه مودرن اكثر، فهي المراية انه فيها مثل ما بيقولوا الخشب المحفور، هي للصالونات شوي إيه اكثر، تماما تماما هذوليك شوي للمدخل، بعيدين شوي هون عن اعاده التدوير، صحيح. انه هي ممكن انه تكون جاهزه، ولكن على نفس المبدا ننسى نحن هيدا الخشب والحفر. اذا عندي انا هذه الحجم من المراية فيني كمان اذا ما بدي اعملها بقاعده على الحيط لوحدها تلقائيا ما ادخل بماء، ناس كثير بتعتلهم انه بدها برواز، انا بلا برواز لزق لها المراية مثل ما انا بدون اي شيء على حيطي بالمكان اللي انا بختاره بيناسبني طبعا، اذا كانت بهيك حجم او اكبر، لانه المراية كمان حجمها كتير مهم يخليكي تعرفي وين تشتغلي. هو الشيء يمكن كمان ما عاد دخلت المراية للاستخدامات، صارت ديكور، في كتير ناس بتحطها ديكور كمان. هلا يعني هو الواقع انه هي بالاساس ديكور. ديكور يعني هي استخدام شخصي، مراية صغيره للحمام او شخصيه للانسان بتكون عنده، بس بالعامه لازم كتير تكون مهمه انه تعكس الانسان، كتير بهم يطلع على مرايته بالبيت بتعكس شخصيته، بتعكس شكله، بتعكس نفسيته، بتعكس اي شيء بده اياه. الشيء اللي عم يطلع هلا عنا هو الاطار عبر هاي مراية مكسوره تماما، ما الاحراف تبعها مو مبينه انه صح او منتظمه بشعه كثير، هيدا حجر متلزق طالع اطار من الحجر بقلب المرايه، غطيت انا العيوب الجانب بين بس قلب المرايه، ما حدا رح يعرف انه هاي مرايه مكسوره. فما بالضروره انا اذا خربت عندي مرايه او عطلت انا كبه، لا ارجع على قد الحجم الموجود عندي انا وجد لشيء من الموجودات عندي بالبيت. نعم فراس، خلينا نحكي يمكن بالصالون وبغرفة النوم وبالكوريدور أو مدخل البيت، هل 3 أراني قديش لازم يكون موجود عدد مرايا؟ في عالم كتير بيكتروا مرايا، في عالم ما بيحطوا أبدا، في عالم ما بيحطوا بغرفة النوم لأنه يمكن بيقولوا مو منيحة، في عالم بيحطوا، قديش لازم يكون في يمكن هيك تنوضع بالمكان المناسب، وأي أكتر إرنة هي أحلى شيء؟ إن تنوضع بالمكان المناسب هو أهم نقطة ومطلوبة المراية أكيد، صحيح. بالنهاية هلأ الشيء طالع قدامنا هاي مراية كتير مهم إنه هاي تدخل إما بمدخل بيت، هاي ما كتير حلوة تكون بواجهة صالون، صحيح. أو بزاوية أنتري أو معين، هاي عبارة عن خشب المراية مثل ما أنا بتنشرها قطعة واحدة بتتلزق على هيدا الأنتري الموجود أو اللو أي تمام. هلأ الخشب كمان انه فيني انا اعمل ايدي، فيني بدل الخشب اعملها كروم، الخلفيه تكون كروم، فيني اعملها، فيني اتركها بدونها وحطها على الحيط، هي كثير مناسبه لمدخل او كوريدور او زاويه قريبه من الصالون، مو بواجهه الصالون ما بتطلع حلوه كثير ابدا. هلا ان ممنوعه بغرفه النوم، لا هي اساسيه بغرفه النوم اكيد، هي اساسيه، لانه هي كثير عالم بتقول يمكن تسحب
طاقة. هلا بغض النظر هي مطلوبة لأنه الغرفة هي مركز الدينامو الإنسان اللي بده ينطلق ببيته منها للخارج أو للداخل. بس هلا في ناس صارت تعتمد كتير إنه تدخل المرايا العاكسة، مو بس إنه كشوفينيرة موجودة عندي أنا بغرفة النوم، السقف كله أنا بدخله كمراية، أنا هيك مزاجي. إنه في ناس عندها هيدا المزاج بحكم أنا اختصاصي بالديكور كتير بتنطلب مني هاي القصة، إنه أنا وقاعد ما بدي أطلع بالسقف، بدي يعكس أنا ديكور الغرفة ومنظري أنا بالمراية، فالسقف بيتركب مراية. هي حالة خاصة صارت، بس أكيد لازم يكون بغرفة النوم في مراية أساسية حتما. ويفضل يفضل إنه مراية الشوفونيرة هي بس للوجه، يفضل يكون في مراية طويلة بغرفة النوم تحديدا. صحيح. مشان الإنسان هي غرفة إنه بيبدل ملابسه وكل شيء، إما إذا ما عنده مكان تنلزق على الخزانة تحديدا، واللي عنده مكان ينقي زاوية تناسب بس تكون على الطول الكامل. بالنسبة للصالون كتير مهم، وهي أكتر مراية لازم يهتم فيها الشخص، لأنه هي بتكمل الديكور أولا وبدها تكون بالواجهة كتير. وبنعتمد إذا كان عندنا نحن المساحة اللي عندنا هي كبيرة، مفروض ما نكبرها، لو منحط 4-5 مرايا صغار جنب بعض بديزاين معين أهم من مراية كبيرة. هيك بدي أسألك، في ناس ما بتعرف حجم المرايا، بينزعوا شكل يمكن الديكور كله تماماً، صغيرة أو كبيرة، فأنت شو بتنصحهم؟ مش تمام، بنصح بالمساحات الكبيرة إنه نلعب على المرايا الصغيرة اللي تنحط بشكل عشوائي بزاوية معينة بالحيط، مو لأتمر علي أنا أو لأظهر، لا ممكن أنا أحط المرايا المحجرة أو المرايا اللي ما فيني أنا أشوف فيها، هي بتعطيني ديزاين بالنهاية، ولكن إنه بحطها بزاوية إنه كتير مهمة. أما المساحات الصغيرة ضروري ضروري تكون مرايتي أنا كبيرة لتعكس عندي مساحة كبيرة ويظهر عندي. أحيانا في ناس بتفوت على مساحة صغيرة بتنغش بتفكر إنه هو كبير الدبل تقريبا، ولكن هو المراية اللي عطتنا هيدا الشيء. هلا على سبيل سؤالك، الصورة اللي طلعت عنا هلا هي كتير مهم إنها تكون عنا بصالون كبير. هاي تنحط هلا، هاي مختبسة على أساس إنه هي إلها تاج، لو بلد تاج مختبسة إنها هي شباك مفتوح الشباك وفي مرايا، هاي كتير مهم تطلع معي ديزاين كتير كتير حلو. بس هاي ما فينا نشملها تحت إعادة تدوير مبدئيا لأنه فيها كلفة، بس نحن بدنا نرضي الناس كلها، بدها شبابيك هلا بدنا نرضي كل الأذواق. بس هاي بتزبط معي بإعادة التدوير، إذا أنا عندي أي شباك قديم ما عندي استخدام دخله مرايا بدهن، وأنا بيطلع معي تقريبا هيدا الشيء. نحن عم نعطي فكرة، برجع بقول مو حدا يتقيد بدي نفسي، بلد تاج مثلا عمول شباك دهنه وحط هاي المرايا إنه طلعت معنا القصة. فهي نقاط كتير مهمة. صحيح. في مراية كتير مهمة هي إنه أنا مشان ما أتضايق فيها بالبيت بنقلها، هي بنسميها نحن المراية القلاب. هي عبارة عن قاعدة خشب إن شاء الله هلأ بعد شوي إذا طلعت الصورة منشوفها. تمام، باخدها على غرفة النوم إذا اضطريت لها، هي طويلة بدها تكون، باخدها على مدخل الصالون، باخدها وين ما بدي. هي المراية اللي عم تطلع معنا هلأ حاليا بالصورة. هاي المراية هي متنقلة طبعا، بنلعب بالديزاين تبع قاعدتها كيف ما بدي الواحد، عم ابدا كرسي عم ابدا شيء. فانا كونها هي بتتنقل، انا صارت بالبيت لوحدها هي كافتني، يعني انا هي بتنوب عندي عن 3 مرايا، هني مدخل هي صالون هي غرفة نوم. فانا على حسب حاجتي الى بقى بصير بستخدمها وبحطها، مشان ما ممكن ما عندي مكان انا ركب مراية. فكتير مهم هاي المراية انها تكون موجودة عندي بالبيت، اذا عندي وما انا مكلف، يعني ما حدا يقول والله ما في شيء مكلف. هاي بدل ما نعملها خشب، اللي بده يعملها كرتون، اللي ما عنده كرتون يعملها فلين، اللي ما عنده فلين بلا الخشب كله انه يعملها كلها يحط لها شيء اطار او اي شيء من عنده، فمشان ما نتعرض لكلفة. فهي العاكسة الاساسية الموجود بالبيت اللي بتكمل الديكور، عندك شغلتين بيكملوا، المراية والانارة. فمرة حكينا عن الإنارة وكل مرة عم نحكي عن شغلة، فالمراية كتير مهم، مو بس لشوف انا، هي مهم انه لديكوري كمان. صحيح، يمكن كل مره عم تضيف لنا شيء لمعلومات ايضا المشاهدين عم يستفيدوا منها. نصيحه اخيره بتحب توجهها لكل المشاهدين عن المرايه؟ المرايه مثل ما حكينا كثير مهمه، بس اكثر شيء بدي ركز عليها هلا، نحن عندنا مرايه انه هالشيء كثير احيانا ممكن تنكسر كثير، الناس بتتلبك. لو انكسرت المرايه وصارت بمبدا كثير هش وصارت قطعة كثير ناعمه، انا ما بدي كبها، جمعوا هالقطع ما تكبوها بالزباله، حطوها بشي، جيبوا شيء مثل السيليكون على قطعه كرتون، لزقوا هالقطع فوقها، بيطلع معي اي موديل انا بعلقه وما بدي. هي مو مراي بس عطاني حركه انه مراي مكسوره او موجوده. صحيح. بالبيت. نعم. يعني في راس شكل حلو ومنظر حلو، اعاده تدوير وتكلفه قليله، يمكن هدول 3 شغلات كل الناس بيحبوا انه يكون عندهم ديكور حلو ومنظر مرتب بتكلفه قليله. شكرا على كل الاشياء اللي اعطيتنا اياها والصور اللي ورجيتنا اياها، وان شاء الله كل المشاهدين يكونوا استفادوا. شكرا.
هتلر. شكرا لك، شكرا كثير لك يا شكرا من عند عليك. مشاهدينا صباحنا لليوم وصل لنهايته، اكيد كان عندنا فقرات كثيره، واكيد صباحنا كل يوم بيتجدد الساعه 9 الصباح، اكيد الاخباريه السوريه رح تبقى مكفايه معكم بتغطيه لابرز الاحداث على الساحه السياسيه العربيه والعالميه، ومن هلا لبكره تبقوا بالف خير وباي باي. ولاي اقتراحات بهمكم انه تشاركونا فيها بحلقاتنا القادمه ما لكم الا تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير، ومن هلا لبكره كل التحية لكم مشاهدينا، والتحية الأكبر لرجال الجيش العربي السوري، كل الرحمة للشهداء والشفاء العاجل لجرحانا. باي باي.